في حلقة اليوم سنتحدث عن أعمدة الكنيسة الأولى. أعزائي من منطقة أفسوس العليا القديمة في تركيا، أريد أن أتحدث ليس فقط عن أعمدة تاريخية حجرية، لكن أريد أن أتحدث عن أعمدة حية، أعمدة الكنيسة. أنا موجود في منطقة أفسوس القديمة، المنطقة العليا، هذه البازيليكا الرومانية القديمة، خلفها المسرح الفني والموسيقي، أحياناً كانت تستخدم للاجتماعات السياسية والخطابات والشعارات السياسية. وهذه المنطقة تسمى الأجورا، ساحة الميدان العام في المنطقة العليا اللي كانوا يعالجوا فيها بعض الأمور السياسية. رح نروح للمنطقة السفلى نشوف ساحة الميدان، المنطقة التجارية أيضا. أحبائي سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. على ضفاف بحيرة طبرية عاش الصياد بطرس الرسول، عاش في هذا المكان، كان يتصيد، تقابل مع يسوع وتغيرت حياته، قال له ستصطاد الناس. في هذا المكان دعا المسيح بطرس الرسول. بطرس الرسول كان شخص عادي، لكنه أصبح من أعمدة الكنيسة. نعم أنكر المسيح، لكن مش بس استمر في النكران، لكن حياته تغيرت حول هذه البحيرة. ظهر له المسيح وسأل بطرس: أتحبني يا بطرس أكثر من هؤلاء؟ أجاب بطرس وقال: يا رب أنت تعلم إني أحبك. سأله ثلاث مرات: أتحبني؟ رد اعتبار بطرس، سامح بطرس وغفر له. ثم بيوم 50 امتلأ بطرس بالروح القدس وأصبح أعظم شخصية في تاريخ الكنيسة. فقال بطرس: أرى أن الله في الحقيقة لا يفضل أحداً على أحد، فمن خافه من أية أمة كانت وعمل الخير كان مقبولاً عنده. أرسل كلمته إلى بني إسرائيل يعلن بشارة السلام بيسوع المسيح الذي هو رب العالمين. وأنتم تعرفون ما جرى في اليهودية كلها ابتداء من الجليل بعد المعمودية التي دعا إليها يوحنا، وكيف مسح الله يسوع الناصري بالروح القدس والقدرة، فسار في كل مكان يعمل الخير ويشفي جميع الذين استولى عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود على كل ما عمل من الخير في بلاد اليهود وفي أورشليم، وهو الذي صلبوه وقتلوه، ولكن الله أقامه في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر لا للشعب كله، بل للشهود الذين اختارهم الله من قبل، أي لنا نحن الذين أكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات. وأوصانا أن نبشر الشعب ونشهد أن الله جعله دياناً للأحياء والأموات، وله يشهد جميع الأنبياء بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أعزائي من منطقة قصاريا عند البحر الأبيض المتوسط، أواصل حديثي وموضوعي عن أعمدة الكنيسة الأولى.
أقصد يعقوب، بطرس، الرسول بولس وأيضا يوحنا. اخترت هذا المكان، هذا المكان بني في أيام الملك هيرودس، هيرودس الكبير. طبعا وسع المنطقة لأنه كان في ميناء صغير قديم من أيام الفينيقيين، لكن في أيام الرومان وبالتحديد في أيام هيرودس الملك بنى مدينة قيصارية تخليدا وتكريما لأغسطس قيصر، تيمنا أن يأتي ليزور هذا المكان، من أجل هذا سماها قيصارية. قيصارية كانت تعتبر المدينة التجارية لأنه بنى فيها ميناء يعتبر من أعظم الموانئ في العالم أنذاك في أيام هيرودس الكبير، وبنى المكسرات الأمواج وبناها بطريقة حتى هذا اليوم يعجب من فن بناء هذا الميناء. بنى أيضا عدة أمور، بنى المسرح الروماني وهذا للفن والموسيقى، المسرح بجانبه لألعاب الخيل والرياضة، تستطيع أن ترى أبنية في كل مكان، الأعمدة والتماثيل، الحمامات والمعابد القديمة. اكتشفوا أيضا كنائس يعود تاريخها إلى أيام البيزنطيين. فيليبوس المبشر كان ساكن في هذا المكان، بولس كان موجود في السجن سنتين في هذا المكان، وطبعا بطرس الرسول جاء إلى هذا المكان. هذا المكان يعتبر أيضا مدينة استراتيجية ولا سيما في الإدارة المدنية أو السياسية، كان بيسكن فيها الحاكم أو الوالي مع جيش أو عسكر من الرومان، ويقوم بإدارة كل فلسطين في أيام المسيح من هذه المنطقة. بطرس يعتبر واحد من أعمدة الكنيسة، جاء بإعلان من الله عندما كان في يافا، وجاء إلى قيصارية إلى قائد مئة يسمى كورنيليوس، وابتدأ يبشر كورنيليوس عن المسيح. آمن كورنيليوس هو وأهل بيته واعتمد في هذا المكان. يعتبر بطرس عمود من أعمدة الكنيسة المهمة جدا، والذي يتمتع بامتيازات ورسولية خاصة. وعد المسيح أن يبني الكنيسة وأن يعطيه مفاتيح الملكوت. الله استخدم بطرس الرسول بأن يفتح الأبواب، أبواب الملكوت أمام اليهود في يوم 50 في بعد امتلائهم من الروح القدس. الرب استخدم بطرس الرسول في منطقة السامريين، فتح الأبواب للسامريين، وهنا فتح الباب أيضا للأمم متمثلة بواسطة كورنيليوس قائد المئة. هذه المنطقة شهدت رجال عظام من رجال الله مثل الرسول بولس والرسول بطرس أيضا وفيليبوس، وطبعا كثير من آباء الكنيسة الله استخدمهن. الله يستخدم المتواضع بل يرفع المتواضع. عندما نقول أعمدة الكنيسة هذا لا يضعهم في امتياز أو أهمية أهم من الآخرين، مع أن امتيازهم عظيم جدا أنهم رأوا المسيح المقام ولهم سمات وامتيازات الرسول، شافوا المسيح حي بعد قيامته من بين الأموات، لكن هذه الأعمدة كانت أشخاص متواضعة بنعمة الله، الله رفعها واستخدمها في أمور عظيمة وكبيرة جدا في هذه البلاد. هؤلاء الرجال العظام ركزوا أنظارهم على شخص المسيح يسوع، وفي كل مرة كانوا يدعون الناس أن لا يلتفتوا إلى شخصيتهم بل إلى يسوع المسيح، وهذه قمة العظمة في حياة هؤلاء الأعمدة العظام، بطرس وطبعا بولس ويوحنا ويعقوب أيضا. أصلي أن هذه الدراسة تكون بركة لحياتك أيضا. كلهم جاهدوا وتكلموا عن الرب يسوع المسيح، وبالحق نستطيع أن نقول أعمدة. تقع على المنحدر الجنوبي الشرقي لجبل صهيون واحدة من الأبنية القليلة التي تجمع بين القديم والحديث، وهي الكنيسة الجميلة كنيسة القديس بطرس لكاليكانتو، والتي بنيت عام 1931 لتخليد ذكرى إنكار بطرس ليسوع 3 مرات وندمه الذي أعقب ذلك. كلمة كاليكانتو تعني صياح الديك،
وهي إشارة إلى إنكار بطرس الثلاثي ليسوع. تم بناء هذه الكنيسة فوق أطلال كنيسة ودير يعود تاريخهما إلى العصر البيزنطي، وتوجد أسفل الكنيسة سلسلة من الحجرات المنحوتة التي يعود تاريخها إلى وقت الهيكل الثاني. ويشير التقليد إلى أن قصر قيافة رئيس الكهنة كان يوجد في هذا المكان، ولذلك فمن المنطقي أن يكون يسوع قد تعرض للسجن داخل واحدة من هذه الحجرات المنحوتة تحت الأرض. أما خارج الكنيسة وعلى بعض بضع ياردات قليلة نحو الشمال، فيوجد درج قديم صاعد من مكان بركة سلوان، وربما كان هذا الطريق لا يزال موجوداً هنا وقت محاكمة يسوع. أعزائي، أنا موجود في بيت قيافة. تحت البيت كان موجود منطقة تسمى السجن، وطبعاً في منطقة كمان سفلى اللي تسمى الزنزاني. هذه المنطقة كانوا يجيبوا فيها المساجين ليستجوبوا أمام رئيس الكهنة. عندما أقول بيت قيافة، هذا بيت جانب، لأنه بيوت رؤساء الكهنة كانوا بجانب الهيكل، كان يأتون إلى قضايا معينة صغيرة. إلى هذا المكان أحضر المسيح وألقي في الجب الأسفل في الزنزاني السفلى. كانوا يأتون بالمساجين إلى هذا المكان يربطوهم، وفي طبعاً علامات على الأعمدة في الحيطان، ويربطوهم بسلاسل، إما يجلد للاستجواب أو يمكث، يسمى بحبس، إما وقف ليوم أو يومين أو لفترة زمنية قصيرة. أعزائي، من جبل صهيون في مدينة القدس أورشليم نواصل حديثنا ودراستنا من سفر أعمال الرسل عن موضوع أعمدة الكنيسة. وأنا في هذا المكان لا يسعني إلا أن أتكلم عن واحد من أعظم التلاميذ والرسل، هو بطرس الرسول. اخترت هذا المكان لسبب، أنا موجود على جبل صهيون. هذه الكنيسة بجانب تسمى كنيسة صياح الديك. في هذا المكان أنكر بطرس المسيح ثلاث مرات. حدثت في هذه المنطقة، خلفي ترون أسوار القدس القديمة، جبل الزيتون. في أسفل الجبل يوجد بستان يسمى بستان جتسماني، أي معصرة زيت. يسوع وهو عالم أن ساعة قد أتت ذهب ليصلي في بستان جتسماني، وهناك وهو يصلي كان يصارع وقال: يا أبته، إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فطبعا في هذه الفترة ألقوا القبض على المسيح، فجاء بطرس الحماسي واستل سيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه، لكن المسيح شفى الأذن. فأخذوا المسيح من بستان جتسماني سيرا على الأقدام طبعا في وادي قدرون، صعودا على هذا الجبل، جبل صهيون. وعلى فكرة هذا الدرج اكتشفوه، الدرج الأصلي والرئيسي اللي كانوا يمشوا عليه من زمان وصولا في بيت قيافة. طبعا جبل صهيون كان ملتصق بجبل المريا، وكان سور المدينة خلف هذه الكنيسة. أحضروا يسوع ليحاكم أمام قيافة في هذا المكان، وهو يستدفئ بالخارج أنكر المسيح ثلاث مرات، لكن المسيح نظر إلى عينيه فخرج خارجا وبكى بكاء مرا، ندم على خطيته. بعكس ما فعل يهودا، في نفس المنطقة ذهب يهودا إلى أسفل الوادي، شنق نفسه، أي انتحر ومات في هذا الوادي، وادي هنم مع وادي قدرون، في حقل يسمى حقل دم. بطرس شخصية فريدة وشخصية مميزة. ولد طبعا في منطقة الجليل في بيت صيدا، عاش في كفر نحوم، كان صياد للسمك، تبع الرب يسوع مع أخوه أو بواسطة أخوه أندراوس. وعندما صنع المعجزة صيد السمك الكثير، قال له يسوع، قال لبطرس: من الآن ستصطاد الناس.
كان معروف عن بطرس واحد من الحماسيين والمندفعين ومن التلاميذ المقربين، كان معه في جبل التجلي، كان معه في بستان جتسماني وفي أي محضر يكون مع المسيح من المقربين. يعتبر بطرس الرسول واحد من أعمدة الكنيسة، أعلن بل أعطى أعظم الإعلانات عن يسوع المسيح. في قيصرية فيلبس قال له: أنت المسيح ابن الله الحي. قال له يسوع: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. فيعتبر بطرس صخرة، يعتبر واحد من أعمدة الكنيسة، صخرة، أقصد صخرة صغيرة مبنية على الصخر الدهور، الصخر الأعظم، الرب يسوع المسيح. وبعد هذه الحادثة جاء يسوع مع التلاميذ وهو في طريقه إلى القدس، ابتدأ يتحدث عن الآلام. جاء بطرس مندفع قال له: حاشاك يا رب. أجاب يسوع وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم فيما لله بل تهتم بما للناس. وجاء المسيح وتمت مشورة الله المحتومة، إذ أسلم وطبعا حكم في هذا المكان أمام قيافة، ثم أخذ أمام بيلاطس وصلب في أورشليم. لكن أريد أن أقول أن وعد المسيح التلاميذ يلتقي معهم على بحيرة طبرية. هناك على البحيرة سأل يسوع بطرس 3 مرات: أتحبني يا بطرس أكثر من هؤلاء؟ أجاب بطرس وقال: يا رب أنت تعلم إني أحبك. 3 مرات أنكر الرب، 3 مرات أعلن حبه للرب، والرب أعاد رسوليته وخدمته وجهزه أن يكون واحد من أعظم الرجال بل من أعظم الرسل. الرسول بطرس الله استخدمه أن يكون بيفتح الأبواب أمام اليهود، أمام السامريين وأمام الأمم. والرب استخدم بطرس الرسول في كرازة عظيمة جدا في سفر أعمال الرسل، أجرى معجزات كبيرة جدا. وبعدين بعدها الكتاب ما بيذكر كثير عن حياة بطرس، لكن نعرف من التاريخ أنه ذهب إلى روما، وهناك في أيام اضطهاد نيرون الإمبراطور الروماني صلب بطرس بالمقلوب ومات شهيدا للمسيح. في كل مكان تسير في هذه البلاد لابد أن تتذكر بصمات تركها الرسول بطرس عن حياته التي تكلمت وما زالت تتكلم حتى هذه الساعة. فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون. وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم. فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمناً بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتاً يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني. فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق. وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله أبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك،
فأنت ستكون شاهداً له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعياً باسمه. أعزائي، أواصل حديثي عن أعمدة الكنيسة. تكلمنا عن بطرس الرسول في الأراضي المقدسة، واخترت الموقع الآخر في مدينة أفسس. السبب لأنه بولس قضى أكثر أيامه في هذه البلدة، 3 سنوات كان يعمل وكان يخدم وأسس كنائس عديدة في هذه المنطقة. طبعاً بولس نسمع عن اسمه في صفحات الكتاب المقدس ولا سيما العهد الجديد. كان اسمه شاول الطرسوسي، ولد طبعاً في مقاطعة كيلكية الرومانية في مدينة طرسوس، كانت مدينة يونانية بيتكلموا فيها اللغة اليونانية لكنها أيضاً في من ضمن المقاطعات الرومانية في آسيا الصغرى. شاول الطرسوسي كان مثقف جدا طبيعة، لأنه ولد في طرسوس، كانت تعتبر من أهم الجامعات في العالم في تلك الأيام، فإذا اتثقف أيضا في اللغة الإيطالية أو الرومانية، وأكيد طبعا اللغة اليونانية. ومن بعد ما درس في جامعة طرسوس ذهب لكي يتتلمذ على يدي المعلم الشهير جمالائيل في منطقة أورشليم القدس، درس وتثقف وأصبح إنسان ضليع في الكتاب المقدس. بولس الرسول كان يعتبر فريسي أو من جماعة الفريسيين. كلمة فريسي الشخص المنفصل والشخص الذي يحافظ على الناموس بتدقيق تام، كان محافظ على الناموس. طبعا ابتدأ باضطهاد المسيحيين وشهد الاضطهاد الأول، شهد رجم استيفانوس الشهيد الأول في منطقة أورشليم، لأنه كان الأمتعة والملابس كان عند شاول الطرسوسي. ثم ذهب لكي يستمر باضطهاد المسيحيين في منطقة دمشق، لكنه تقابل مع الرب يسوع المقام، وهذا اختبار عظيم جدا. تغيرت حياة بولس الرسول من شخص مجدف أو مضطهد المسيحية، من كاره اللي بحط المسيحيين في السجون، إلى أعظم شخص حمل اسم الرب يسوع المسيح. تقابل مع الرب يسوع المسيح على الطريق إلى دمشق، قال له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. سأل وقال: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصر الذي أنت تضطهده. تغيرت حياة شاول اللي اسمه بولس الرسول، أصبح تغيير جذري وأصبح إنسان عظيم جدا في معرفة الرب يسوع المسيح. من بعد ما تقابل مع الرب المقام ذهب إلى سوريا، وهناك حنانية صلى وانفتحت عينيه واعتمد بالماء وامتلأ بالروح القدس. من هناك ذهب وقضى 3 سنوات في العربية، يعني في منطقة الصحراء، وهناك بإعلانات إلهية الله كلمه عن الإنجيل مباشرة، فتعلم مباشرة من الرب. وبعد ما رجع من العربية ابتدأ يعمل رحلات قصيرة بين أورشليم ومناطق أخرى، لكن حياته بتتميز النقطة المحورية عندما كان في أنطاكيا، صلت الكنيسة وانطلق برحلاته التبشيرية. بهذه الرحلات حمل اسم المسيح في كل أنحاء العالم المعروف آنذاك، من أورشليم لقيصرية لسوريا لقبرص لآسيا الصغرى مع كل مدنها، وهنا طبعا في عاصمة آسيا في أفسس، طبعا في اليونان فيليبي والمدن الأخرى. رجع إلى منطقة آسيا وانتهت رحلات بولس في قلب العاصمة الرومانية في روما نفسها، وهناك استشهد، مات، قطعوا رأسه في أيام الإمبراطور نيرون، فأصبح أيضا شهيد المسيحية. أكثر شخص كتب رسائل في العهد الجديد هو الرسول بولس، أكثر شخص سافر
في أيام الرسول بولس وصلت البشارة إلى كل أنحاء الأرض. وطبعا عندما نفكر في بولس الرسول نفكر في امتداد وانتشار المسيحية في كل مكان. أعزائي، طالما حديثنا عن أعمدة الكنيسة ذكرنا الرسول بطرس والرسول بولس، لكن لا يسعني أن أنسى رسول المحبة الرسول يوحنا. أنا موجود داخل أثرات كنيسة قديمة، هذه الكنيسة يعود تاريخها إلى القرن السادس ميلادي، بنيت أيام الإمبراطور جوستينيان. هذه الكنيسة القديمة بنيت تذكارا وتخليدا وتكريما للبطل العظيم يوحنا الحبيب. كان موجود في جزيرة بطمس بسبب كلمة الله وشهادته عن يسوع المسيح، لكن رجع إلى أفسس إلى هذا المكان وعاش، يقول التقرير أنه عاش 105 سنوات في آخر حياته. عاش في هذا المكان يتكلم عن المحبة. كان يعتبر أحد الأعمدة في أورشليم. هو ولد في منطقة الجليل بالتحديد جنب بحيرة طبرية في بيت صيدا، لكن انتهت الرحلة على الأرض هنا في هذا المكان في أفسس، ويوجد أثار للقبر القديم ليوحنا في هذا المكان إذ انتهى أيضا في أفسس. هذه الأعمدة الحية مثال حي لنا. بطرس استشهد في روما إذ صلب بالمقلوب. بولس الرسول استشهد أيضا في روما إذ قطع رأس أيام الإمبراطور نيرون. ويوحنا الذي اضطهد كثيرا جدا لكنه مات هنا في أيضا في أفسس. كلهم جاهدوا وتكلموا عن الرب يسوع المسيح، وبالحق نستطيع أن نقول أعمدة. ماذا عن حياتك؟ هل يوجد أي تأثير أو فاعلية لحياتك؟ هل تترك بصمة أو أثر اللي بيعكس محبة المسيح للأشخاص الآخرين؟ أصلي من كل قلبي أنك تفعل هذا. إلى اللقاء والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن مواصفات الكنيسة الأولى. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-66607 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو